Sanmıyorum doktor. Ha, öyle değil. Geleyim. Hanım da bir ben. Kardiyovasküler ile anjiyona ulaş şeyler. Fena aydın iyidir o ki. GPS. Ne yap? Biz böyle duruyor. Now I am fed up with this. What did the HIM? No, sorry. Yeah, now the card was on. Oh, yeah, it is. Nice. Now, not the real blood of Jaina. I had a very similar of Jaina. Let's not have a mechanism, but I need rates. على اساس انه لو يعني ازاي النتيجه من الفازو دايليتيشن اللي هو ازاي انه بيتعب بيتحد مع الريسبتور في البلاد فيسل وول يحصل له ريدكشن الى ان او اللي هو نيتريك اوكسيد يزود السايكليك جي ام بي ويعمل فازو دايليتيشن. ده الميكانيزم بتاع النيتريت. ازاي بيعمل فازو دايليتيشن؟ ان ليه ريسبتور على البلاد فيسل وول فالريسبتور اللي بيحصل له ريدكشن يديني حاجه اسمها ان او اللي هو نيتريك اوكسيد، وبعدين ده يزود السايكليك جي ام بي اللي يعمل لي فازو دايليتيشن. يبقى كده بقى الاكشن بتاعه او الافكت. ما دام ده بلين ماسل ريلاكسنت، اذا ليه افكت على بلاد فيسلز وليه افكت على اي بلين ماسل، على البرونكاي، على الجي اي تي، على اليوترس. لكن احنا يهمنا طبعا على البلاد فيسلز. طب على الفيسلز يا ترى يشتغل اكتر على الفين ولا على الارتري اكتر؟ هترد عليا؟ على الفين. اذا مهم قوي على البلاد فيسلز ده فينو دايليتور، وبناء يعمل ايه النتيجه؟ انه ديكريز البريلود اللي هو الفينو سيرتين، وبناء عليه هيقلل الاكسجين كونسامشن بتاع القلب. ممكن برضو في لارج دوز يعمل ارتريولو دايليتيشن ويديكريز البريفر ريزيستنس، وبالتالي برضو هيقلل الميوكارديال اكسجين ديماند. اذا الفكر بتاعه في الانجينا ايه؟ اهم حاجه انه ديكريز الميوكارديال اكسجين ديماند. ازاي؟ مين اللي يبقى فينو دايليتيشن وديكريز البريلود، اند تو سام اكستند برضه مي ديكريز الافتر لود. نمره 2 ممكن برضه النيتريت تعمل كورونري فازو دايليتيشن في بيج كورونري فيسل. اذا بتشتغل على الاثنين ينقص الديماند ويزود السبلاي. استعمالاته طبعا في كل حالات الانجينا بما فيها الفازوسبستيك انجينا او البرينزيميتال، على نقيض من البيتا بلوكر اللي ممنوع استعملها في الفازوسبستيك انجينا. طيب في اذر يوزز للنيتريتس في الانجينا بيكتوريس؟ حد يقول لي كده؟ ممكن استعمله في الهارت فيلير، acute heart failure، استعمله اي في نيتروجليسرين دوت عشان يعمل لي برضو ايه، بيقلل البريلود وينفع في acute heart failure acute، لكن مش كرونيك. خلاص ممكن استعمله في حاجات تانية، مثلا ايه عنده بيلي ريكوليك موديفين مصر، عنده اوسوفاجيال سبازم، يعني ايه الاوسوفاجيال في سبازم، لكن مينلي في الاول تايبس اوف انجينا هارت فيلير مايوكارد انفاركشن. دول التلاته الاساسيين بتوعهم. نيجي برضه اسمع في البريبريشن بتيجي كتير برضه. ليه بندي النيتروجليسرين؟ ليه يتاخد سبلينجوال؟ حد يقول لي؟ عشان البايو افيلابيلتي بتاعته قليله.
عشان ايه؟ البايو افيلابيليتي بتاعته قليله. اه بالظبط. وليه لما داخل بقى سب ليمبر ايه اللي بيحصل؟ رابيد بتزع على التكن باي باس الليفر ميتابوليزم او الفيرست باس افكت، يبقى نوت اكسبوزد للفيرست باس افكت او بيسموه البري سيستميك ميتابوليزم. تمام. في تاخد سب ليمبر في الاكيوت اتاك. طب الباتش بقى بديها ليه؟ يا ترانس ديرمال باتش لونج ديوريشن. ايوه لونج ديوريشن. هل تبع في الاكيوت اتاك ولا لا؟ ما تنفعش طبعا عشان ديليها ديليد اونست، وزي ما قال لونج ديوريشن. اذا دي استعملها في الكرونيك ثيرابي، لكن عنده وجع والم ان انا عايز الدواء يشتغل دلوقتي، اذا ياخده سابلينجوال. اذا ناتوبيسرين ده اكيوت اتاك ليه؟ تحت اللسان تو افويد الفيرست باس ميتابوليزم، وعشان اعمل رابيد اونست اوف اكشن. الترانسديرمال باتش اديها امتى؟ عشان لو انا محتاج برونج ديوريشن. طب ما تنفعش في الاكوت اتاك، وطبعا تبقى دي ايه؟ ليها ديليد اونست. طب امتى دي انترافينوس؟ زي ما قلنا الاكوت هارت فيلير. بالظبط كده. اذا سابلينجوال لو في الاكوت اتاك اوف انجينا مش هارت فيلير، انجينا. وبعدين الباتش ده كرونيك ثيرابي عشان برونج ديوريشن. الاي في اونلي في اكيوت هارت فيلير عشان زي ما اتفقنا بيقلل البريلود. فكده اخر حاجه بقى الادفيرس افكت طبعا او المشاكل بتاعته انتوا حافظينها طبعا. عيبه طبعا ممكن يعمل تاكيكارديا، ممكن يعمل لي بوستر هايبوتنشن عشان الفازو دايليتيشن، عشان بقول للعيال لما تاخد القرص ده وتكون انت قاعد ما يخش القرص تحت اللسان وهو واقف، ممكن تجيله دوخه. ممكن يعمل لي هيدك عشان برضو عمل فازو دايليتيشن في المننجيال فيسلز، فازو دايليتو زي ما عمل الكورونري فازو دايليتيشن وريح الانجينا. ممكن يعمل لي مننجيال فازو دايليتيشن ويعمل هيدك يسموه ثروبينج هيدك، يعني زي شواكيش بتخبط في الدماغ، ثروبينج حاجه كده خبط كده اللي هو البلس بريشر. انت مثلا لما تيجي تعد النبض مش بتلاقي كده في بريشر على صباعك؟ انت بتعد حاجه بتخبط كده، هذا اسمه ثروبينج، حاجه بتخبط صباعك. تمام. وبعدين طبعا ما ننساش ابدا التولرنس، وطبعا برضو لا ضعف التولرنس ده سببه ايه؟ يعني ليه النيتريت لما اديها ورا بعضها كده يحصل فيه تولرنس؟ اكتبوها بقى كده. داون ريجيليشن للريسبتورز؟ لا، عشان ما هو طبعا هو ايه؟ ازاي بيحصل له ريدكشن؟ مش احنا قلنا في الميكانيزم اللي تهدى على الريسبتور يحصل له ريدكشن. عشان يحصل له ريدكشن ها محتاج حاجه ريديوسنج اللي هي سلف هيل جروب اس اتش جروب. يعني بيستهلك الاس اتش جروب اللي في الليفر عشان يحصل له ريدكشن يعمل لي ان او. لما استعمل بقى ورا بعض ورا بعض وكده هتقل السلف هذا الجروب اللي في الليفر، اذا مش هيحصل له ريدكشن. اذا سبب التولرنس فيه عشان حصل فيه ديبليشن او حصل فيه نقص في الاس اتش جروب اللي موجوده اللي تعمله ميتابوليزم الى ان او اللي بتشغله. ايه الحل طبعا؟ اذا اديله هوليداي اريحه، مش كل يوم كل يوم كل يوم، لا اريحه كده يومين ولا حاجه. اذا سبب التولرنس ايه؟ نتيجه ديبليشن او استنزاف للاس اتش جروب اللي هي مهمه في الاكشن بتاعه. الحل بتاعها اديله هوليداي، يعني اوقف الدواء مثلا ايه مره في الاسبوع او مرتين في الاسبوع. خلاص. اذا دي الحته بتاعت النيتريت. برضه ما ننساش في الادفيرس افكت هي نيفر السادن وذرول. يعني مثلا ماشي بقاله شهرين ثلاثه على النيتريت، لو جه بطلها فجاه هتعمله طبعا سيفير انجينا. كنا خدناها في سنه اولى اللي هي تايب اي ادفيرس افكت اند اوف ذا دوز. في ادويه لما بطلها فجاه تعمل لي مشاكل، عنده هايبرتنشن وعنده انجينا، لو بطلته فجاه هيجي له مور هايبرتنشن. هي مثلا بياخد انتي كواجولنت وورفرين بقى له مده، جه بطله فجاه هيجي له ثرومبوزس. عيل مثلا بياخد كورتيزون
بقى له مده جه بطل فجاه هيديله ادرينو كورتيكال انسفيشنسي، كان بياخد نيتريت عشان عنده انجينا، بطل فجاه يجيله سيفير انجينا. اذا ده معناه ايه؟ لعيبه ايه؟ وذرول انجينا، يعني حصل له انجينا بيكتورس، لا بقى وذرول او مع السادن ستوبد بتاع الدواء. اذا ده ايه؟ النيتريت. بعد كده البيتا بلوكرز، طبعا هو حد يقول لي بيعمل كورونري فازودايليتيشن. البيتا بلوكر بتعمل ايه في الانجينا؟ انها بتقلل المايوكارديال اوكسجين ديماند. ازاي؟ انها بتسلو داون الهارت ريت وتقلل الكونتراكشن وتقلل اكسيتابيلتي، اذا بتقلل الورك بتاع الهارت، اذا هتقلل الاحتياج بتاع الايه؟ بتاع الاكسجين. ده المين افكت بتاع البيتا بلوكرز في الانجينا بيكتوريس او حتى في المايوكارديال انفاركشن. لكن على يعني على استحياء ممكن يزودوني الكورونري بلاد فلو. ليه؟ مش عشان كورونري دايلاتيشن، لا، عشان دول بيعملوا براديكارديا فهيزودوا الدايستوريك بيريود، يبقى التايم اوف دايستوري هيبقى طويل شويه. واحنا خدنا في الفيسيولوجي ان الكورونري بلاد فلو بيحصل اثناء الدايستول طبعا، واثناء السيستول القلب بيضغط على التفرعات بتاعت الكورونري السبعه، ديت البرانش ديت ماشيه في العضله، اذا مع الكونتراكشن بيقفلها. اذا نابز بخاطر الفيسيولوجي الكورونري بلاد فلو يحصل امتى؟ ديورينج دايستري. والله لو الدايستري دوت وقته كان طويل شويه يبقى في فرصه. بيعتمد على ايه الدايستوليك بيريود؟ على الهارت ريت. لو في عندي تاكيكارديا ده بيقل الدايستوليك تايم فهينقص الكورونري بلاد فلو. لكن البيتا بلوكر بتعمل برادي، اذا هترونج الدايستوليك تايم، اذا في فرصه تزود الكورونري بلاد فلو. خلاص، بس ده مش الاساس. الاساس ايه؟ انه بيقلل المايوكارديال اوبشن ديماند عشان البرادي ويقلل الكونتراكتيفيتي. النقطه الثانيه بقى في البيتا بلوكرز، طبعا دول ما ينفعوش في الاكوت اتاك، ده بروفلاكس للوقايه. لكن النيتريت تنفع في الاكيوت وتنفع في البروفلاكس. مثلا في الاكيوت قلنا نيتروجليسرين تحت اللسان، لكن للوقايه والبروفلاكسس اللي هي الباتش او ياخد اللي هو ايزوديل اورال تابلتس. اذا النيتريت تنفع للاثنين، لكن البيتا بلوكر ما تنفعش في الاكيوت، اونلي في الايه؟ ان بيتوين الاتاكس. ايه الميكانيزم؟ انه بيقلل الديماند. النقطه الثالثه المهمه في البيتا بلوكر، ممنوعه فين؟ ها؟ في الاكيوت. ما لا بتاعهم في الاكيوت مش هتنفع، لكن لا في كونترا انديكيشن لا اكيوت ولا كرونيك. اي نوع من الانجينا؟ لا انا بتكلم على اي نوع من الانجينا. ايوه انا سمعت حد قال فازوسباستيك. الفازوسباستيك انجينا او البريزمتال ممنوع فيها. عايزين من اسمها فازوسباستيك. ده الكورونري ما فيش عنده تصلب شرايين، بس حصل فيه سبازم عمل الانجينا. البيتا بلوكر بتعمل مور سبازم طبعا، لكن البيتا بلوكر في العادة تصلب شرايين ليه ما بتعملش سبازم؟ عشان ده ان هيلثي فيسل، ده كالسيفاين، لا هيدايليت ولا هيكونستريكت، ده فيه ترسبات مش كده ولا ايه؟ اذا بيكون عندي يعني ابنورمال فيسل اتكانوت دايليت، عشان ما ترسب فيسل بيحطه في الباثولوجي في اسيروما وكالسيفيكيشن وشغلان. لكن في البريزمتال انجينا ده هيلثي فيسل، ده نورمال كورونري. طب ليه جاله انجينا؟ فجاه جاله سبازم كده، محدش عارف ليه. فطبعا الهيلثي فيسل دوت لو اديت بيتا هتعمل مور سبازم وتموت العيان. خلاص؟ ده البيتا بلوكرز ممنوعه في البريزمتال انجينا او الفازوسباستيك. ليه؟ عشان بتعمل مور كورونري فازوسباسم. بعد كده بقى الكالسيوم شانل بلوكرز بقى. دول برضه كتير قوي اسئلتهم بقى. يعني مثلا خدنا النيتين بالتفصيل. نيجي بقى الكالسيوم الشاني، لازم اعرف الذهب اللي هو الدايهيدروبايريدين ونان دايهيدروبايريدين. لازم احفظ اكزامبل هنا واكزامبل هنا. في الذهب قلنا اللي هو نايفيليبين. الثاني قلنا فيرابامين ومعاه ديلتازيم. قول فيرابامين. ايه الفرق بين الاثنين؟ من ناحيه الاكشن. حد فاكر؟
طبعا ده ما دام كالسيوم شانل بلوكر اذا هيريلاكس المسل طبعا، وبعدين ما دام ده كالسيوم شانل بلوكر اذا مش هيخلي القلب يعمل كونتراكشن، ولو في حاجات في القلب بتعتمد في شغلها على وجود الكالسيوم زي ايه مثلا زي الاس ان او دي عشان تشتغل محتاجه الكالسيوم كالسيوم ديبندنت عشان تعمل ايه البيس ميكر، برضو الاف ان او والبندل اوفيس ده عشان يعمل كوندكشن محتاج الكالسيوم. طب اذا انا منعت الكالسيوم بقى اذا هيبقى ليه شغل على القلب، هيبقى برضو شغل على البلاد فيسلز بقى، يهمنا بقى ان الذهب تشتغل فاسكولار فقط ملهاش علاقة خالص على القلب خلاص، ما دام فاسكولار يبقى تعمل فازو دايليتيشن وممكن تعمل هايبرتنشن، ممكن نستخدمها بقى في الانجينا مثلا. لكن التاني بقى النون ذهب الاثنين بقى فاسكولار وكاردييك، اذا الفيربامين ليه افكت زي النيفيدبين على السيركوليشن فازو دايليتيشن ويقلل الريزيستنس ويقلل البلد بريشر، لكن يبقى حاجه تانية اكسترا على الهارت بقى هناك بيعمل ايه الحاجات اللي بتعتمد على الكالسيوم بيوقفها، اذا ممكن يقلل يعمل ديبريشن في الاس ان او، ممكن يسلو داون الكوندكشن في الاف ان او، لو اديت جرعه كبيره ممكن يقلل كمان الكونتراكتيليتي، عشان كده الفيرباميل ممنوع في الهارت فيلير ليه، عشان ده هيبقى مايوكاردال ديبريشن. اذا دي التكات المهمه بين النيفيدبين وبين الفيرباميل خلاص. برضو بيجي سؤال تاني مشهور قوي اكتبوه كده، طبعا دول كلهم بلين مصر ريلاكسنت اللي هو الكاسب شير بلوكو طبعا، اذا الامعاء مش هتشتغل ممكن يجي عنده دوت اسهال ولا امساك العيان اللي بياخد كالسيوم شانل بلوكر امساك اشهر واحد مين فيربامين، دي برضو ممكن تيجي في شورت يعني ترو اند فولس او في الام سي كيو، مين اشهر واحد في الكالسيوم شانل بلوكر يعمل كونستيبيشن هو الفيربامين، ما تنسوهاش بقى. طيب ايه العيب بتاع نيفيدبين في الانجينا بيكتوريس، ما بيحبوش ليه؟ مش هو فازو دايليتور بيعمل ايه في الضغط؟ بوتنشال ايوه الجسم يقعد ساكت يعمل ايه؟ ريفلكس بالظبط، طبعا ده العيب الاساسي، وعشان كده النيفيدبين دوت ده شورت اكتنج يعني بيشتغل بسرعه في وقت الضغط يعمل تاكيكارديا، تقريبا لا يستعمل دلوقتي خالص، لكن بنستعمل بقى لونج اكتنج دايهيدروبيريدين ولاد عم النيفيدبين، ده بقى لونج اكتنج ليهم ديلايد اونست مش هيوطوا ضغط قوي ومش هيعملوا تاكيكارديا. اذا خدوا نوت كده ان دلوقتي لو كنا هنستعمل ذهب في علاج الانجينا طبعا هنستعمل ده دايهيدروبيريدين في الهايبرتنشن، ما استعملش النيفيدبين، هستعمل مين؟ اكتبوا جنبها كده لونج اكتنج دايهيدروبيريدين، في مجموعه ثانيه لونج اكتنج حاجه اسمها مش عارف املوديبين ده مش عايزين نحفظهم احنا، بس يعني نعلم لونج اكتنج وخلاص. اذا في الذهب في عندي نيفيدبين ده شورت اكتنج استعمالته بطلت خالص دلوقتي ليه؟ ده شورت اونست تعمل هايبوتنشن وريفلكس تاكيكارديا فعيبه كتير قوي. طب نستعمل مين بقى؟ لونج اكتنج دايهيدروبيريدين او بقى الفيرامين بقى طبعا، عشان الفيرامين ما بيعمليش التاكيكارديا، ده بالعكس ده ممكن يسلون الاس ان او ممكن يسلون الاف ان او خلاص. اذا دي التكه بتاعت الايه؟ بتاعت الذهب. النقطة التانية بقى الفرق بقى ازاي بين الفرق ايه بين الفيربامين وبين النيفيدبين زي ما اتفقنا، بس الفيربامين دوت كاردياك اند فاسكولار زي ما اتفقنا، النيفيدبين او الذهب ده ايه فاسكولار فقط، النيفيدبين ده ممكن شورت اكتنج ممكن يعمل لي هايبوتنشن وتاكيكارديا، لكن طبعا الفيربامين ممكن يعمل هايبوتنشن لكن عمره ما يعمل تاكيكارديا عمره، ده هو بتاع الاس ال وده بتاع الافينود بيقفلها وبيعكسها،
اذا الفيربابيل في لارج دوز ممكن يعمل لي هارت بلوك، يعمل برادكاردي، لكن عمره ما يعمل تاكيكاردي. ليه؟ عشان ليه دايركت افكت على الهارت. طب ليه الفيربابيل بيعمل، قصدي المايفيتامين بيعمل تاكيكارديا؟ عشان ليه افكت على بلاد فيسلز ومالوش افكت على الهارت. فبيجي شال على البلاد فيسلز يوطي الضغط، لازم الجسم يعمل لي ريفلكس تاكيكارديا وهو مشاش على القلب. لكن الفيربابيل حتى لو وطى الضغط يجي الجسم يدور الهارت ريت مش هيعرف. ليه؟ عشان الفيربابيل بيسلو داون الكوندكشن في الايفينود ويقلل الفايرنج بتاع الاسيانود. اذا الفيربابيل برادكارديا، المايفيتامين تاكيكارديا، خلاص. الفيربابيل يعمل كونستبيشن، المايفيتامين ممكن يعمل لي إديمة، أنكل إديمة في الأنكل، أنكل إديمة نتيجة طبعا الفازودايليتيشن. وعندنا مثلا واقف مدة طويلة تلاقي كده إيه رجلي ورمت تحت، تقول لك أنا كنت ألبس الجزمة بتاعتي لسه ضيقة كده، الجزمة ضيقة عشان الأنكل فيه إديمة نتيجة الفازودايليتيشن في إيه في الفيسز بتاعتي دي. خلاص دي نقطة الاهتمام طبعا إيه في الاتنين دول. وبعدين ما ننساش برضو بقى في الإيه في اليوزس بتاعتهم. طبعا في الانجينا كليكتورس زي ناتل بالظبط، بيقللوا الديمان ويزودوا السبلاي. طيب ليه بيقلل الديمان؟ عشان ده كالسيوم الشانل بلوكر. مين فيهم؟ الفيربابيل بيقلل الهارت ريت، بيقلل فورس اوف كونتراكشن، وطبعا برضه فازو دايليتور فبيقلل الافتر لود والبريلود، وكمان هو فازو دايليتور للكرونر. عشان كده زي النيتريت ينفع في كل حالات الانجينا. اذا في الفازو سباستيك استعمل نيتريت او كالسيوم شانل بلوكر، لكن ممنوع البيتا بلوكر. اذا ده اول استعمال في الكالسيوم شانل بلوكر اللي هو اسكيميك هارت ديزيز للانجينا يعني. طبعا ممنوع في الانفاركشن، تمام، ممنوع في الهارت فيلير، لكن نيتريت في الانجينا وفي الانفاركشن وفي الهارت فيلير. ليه؟ عشان ملوش دعوه بالقلب، ملوش دايركت افكت على الميوكارديوم، ده كلهم بقى بلاد فيسلز بس. لكن الفيربابيل دوت ليه دايركت افكت على الهارت. طب ممكن استعملهم بقى في الهايبرتنشن، وبعدين بقى الفيربابيل بس استعمله في الكاردياك اريزميا. ما ينفعش طبعا الميفيتامين واحد عنده اتر فيبريليشن او اتر فلاتر، وطبعا الامباسس كلها نازله عند الفنتركل، والفنتركل بيضرب على 140 ولا 130 وريجولر والدنيا متلخبطه. ده العيان اللي عنده سوبرا فنتركولار اريزميا، اللي عنده ابنورمال فوكس في الاتريوم فوق الفنتركل، وعمال يطلع امباس كتير قوي. طبعا هو يعني تغلب على الاسيانو طبعا، بتاخد الفنتركل بيضرب على 140 و160 وبعد هيموت. هنا بقى الفيربابيل بيعمل مصفى عند الإفينود، قول عليه بيسلو داون الكوندكشن. فالإترا مثلا منزل 400 إمباس في الدقيقة، كان في الأول بينزل منه مثلا 150، لا ولا ما ده أنا حازل بس 70 بس. إذا مهم قوي الفيربابيل بستعمله في علاج السوبرا فنتريكولار أريزميا، لكن ما ينفعش في الفنتريكولار. لو الفوكس في الفنتريكل هو يعمل إيه؟ ده كل شغله ان بين الاتريوم وبين الفنتركل بيوقف الامبوس، ما يعديهاش. دي كانت هي موجوده من الفنتركل تحت، ما خلاص بقى ده منها للفنتركل. اذا الفيربابيل ممنوع في الفنتركولار اريزمي، بينوت العيان، لكن استعمله في السوبرا فنتركولار عشان يعمل مصفى وما ينزلش كل الامبوس اللي جاي من فوق. ده مين الفيربابيل؟ لكن طبعا ما يفيد من لا مالوش كاردياك اكشن. هنا مجموعه الذهب في الانجينا، ايوه، في الهايبرتنشن، ايوه، بس قلنا اتفقنا في دول انجينا او هايبرتنشن استعمل اللونج اكتنج ذهب. لكن بقى في الاريزميا ما ينفعش بقى الذهب خالص، لا شورت اكتنج ولا لونج اكتنج، عشان ما لهمش كاردياك افكت. استعمل مين؟ استعمل النون ذهب اللي هو الفيربامين. وبرضه في حالات الهايبرتروفيك اوبستراكتيف كارديومايوباثي الهوكم، دخلنا ده في سنة أولى،
الهكم ده معناه القلب في يعني هايبرتروفي في السيستم، فلما يعمل كونتراكشن يعاكس خروج الدم من الفنتكل للأورطة. انا في الحاله دي مش عايز القلب يعمل كونتراكشن قوي عشان يعمل مور اوبستراكشن. اذا في الهكم لو هايبرتروفي الاتش هايبرتروفي في هايبرتروفي والاو اوبستراكشن عشان ده مش عارف يخرج من الفنتكل هايبرتروفيك اوبستراكتيف كارديو قلب مايوباثي العضله، يعني في مرض في عضله القلب نتيجه فيها تضخم، فمع ديت بتعاكس خروج الدم من الفنتكل للبيج فيسلز. طبعا كل ما زاد الكونتراكشن كل ما هيعمل مور اوبستراكشن. طب الحل ايه؟ انقص الكونتراكشن، حاجه تعاكس الكالسيوم، ممكن استعمل بقى الفيراميل، واخدنا في سنه اولى استعمل بيتا بلوكر عشان يعكسوا السيمباثيتك ويقللوا الكونتراكشن. خلاص. اذا المجموعه النمبهر او الفيراميل اليوم الاربعه يوزز بقى دول ممكن، يعني اسكيميك هارت ديزيز وهايبرتنشن وسوبر فنتريكولار وهوكم. لكن مجموعه الذهب لهم اثنين بس زي ما اتفقنا، اسكيميك هارت ديزيز للانجينا والهايبرتنشن. خلاص. إذا دي الحدة بتاعت الأنجينا. طيب لما خدنا الهارت فيلير الحالة تبنى في الهارت فيلير بقى طبعا ايه الايم اوف تريتمنت؟ ان انا طبعا معنى هارت فيلير معناه اتفقنا ان العيان دوت القلب بتاعه كبير قوي في يعني دايليتد ومش عارف يعمل كونتراكشن زي ما قلت لكم الكونتراكشن ضعيف السور فوليوم ضعيف. كان نورمالي الستروك فوليوم معناه ايه؟ اللي هو الفوليوم اوف بلاد بامبنج بير بيت، يعني مع كل كونتراكشن في الفنتكل بتزق قد ايه دم في الاورطة او بتزق قد ايه دم في البلمونري سواء كان ليفت او رايت، دي بسميها ستروك فوليوم. نورمالي دي 70 سنتيمتر مكعب، مع كل ضربة مع كل بيت ها بيزق 70 سنتيمتر في الاورطة وفي الاول برمانر. طب الهارت ريت كام؟ قول 70. اذا لما اضرب الهارت ريت تايمز الستروك فوليوم اللي انتوا خدتوها المعادله بتاعه الكاردك اوتبوت بتساوي 4900 او يعني 5 لتر اللي هو نورمال كاردك اوتبوت 5 لتر. جت ازاي؟ نورمال ستروك فوليوم 70 نورمال هارت ريت 70 بقت 5 لتر. هنا في الهارت فيلير مش قادر يزق الدم، يعني الضربه ما طلعتش بقى 70 ضعيفه طلع 50. ايه اللي هيحصل بقى؟ الكارديك اوتبوت 50 في الهارت ريت 70 بقت 3 لتر ونص قليله. اذا بتاع الهارت فيلر عنده لو كاردياك اوتبوت هتعمل له مشاكل طبعا. طب القلب يعمل ايه؟ الجسم يعمل ايه؟ على طول يعمل كومبنساتوري تاكيكارديا، مشغل السمباثيك ويطلع ادرينالين يقول القلب بقى ما دام انت ضعيف في الكونتراكشن بدل ما تعملي 70 دقه في الدقيقه اعملي 100. بقى 100 مع ال 50 سنتي لو سوق فوليوم الضعيف بقى 5 لتر. هذا اسميه كومبنسيتد هارت. هو صح العضله ضعيفه لكن كومبنسيتد وما عندوش اي اعراض خالص العيان، الا بس الاقي عنده نبض عالي قوي، عنده مثلا نبض 90 و100 وحاجات زي كده. خلاص. لسه ما فيش فيليان، لسه ما راحش المستشفى ولا جالنا، ما عندوش اي اعراض لسه العيان. طب الجسم برضه تاني ممكن بقى يعوض الكونتراكشن ده بايه؟ بستارلينج لو. انتوا خدتوا في الفيسيولوجي ان الكونتراكشن بتاع المصل يعتمد على الانيشال لينس، كل ما تبقى اللينس طويله يزيد الكونتراكشن. طب الجسم يقول لك ايه؟ الله ما دام كده طب هنعمل دايليتيشن في القلب اكبره شويه عشان استفيد بايه؟ بستارلينج لو. وفعلا اذا السكند الكومبنساتوري ميكانيزم ها يعني يبقى دايليتد هارت. وبعدين برضه عندك ما جاش المستشفى لسه ولا عنده اي اعراض، ايه ده بسميه كومبنسيت هارت. لكن هي عنده تاكيكارديا لو عملت له اشعه على الشيز وعلى القلب هلاقي القلب كبير شويه لكن ما عندوش اي اعراض، ده كومبنسيت لسه مش هارت فيلير. كل بقى الحاجات دي ما نفعتش بقى دخل بقى في هارت فيلير. بقى ايه اللي حصل بقى في هارت فيلير؟ ان بدل ما كان استعمل ستارنج لو
بعقد كده وزين ليميت لأزاد وستارج لوب. ايه ستارج لوب؟ ان الكونتراكشن بيعتمد على الانيشال لينث وزين ليميت، مش كل ما زود ازاد الكونتراكشن اب تو ليميت. فوق الهارت بقى قاعد يزود يزود لحد بقى ايه ما استارج لوب بقى العكس، الكونتراكشن قل، يعني كني بالونه لو نفختها حاجه معقوله هاخد كونتراكشن كويس، نفختها على الاخر مش هتشتغل هتفرقع. كل ما جاب هارت فيلير ده معناه اوفر دايلاتيشن، ده مليان دم جوه زي البالونه فيها هوا. طب ايه الحل بقى هنا؟ انا عايز القلب يكش شويه بدل ما كانت هي بالونه كبيره قوي ومش عارفه تعمل كونتراكشن، لا خليها تكش شويه عشان تستعمل ستارج لوب. تكش ازاي؟ ما دخلش الدم جوه الهارت. ازاي؟ اذا لازم اقلل البريلود، اذا اقلل البريلود وكمان لما اجي كمان اعمل اذا فينو دايلاتيشن وكمان بقى في افتر لوب. لو الارترز فيها كونستركشن الدم مش هيطلع من الاورطه، الدنيا مقفوله جوه قدامه. لكن لو في فازو دايلاتيشن في الارتريولز هتلاقي الدم اللي في الاورطه هيجري لوحده في الارتريولز اللي هي دايلات ديت وياخد الدم من الليفت فنتركل. اذا دول مهمين قوي اللي هو في الهارت فيلر بقى اعمل له بقى اقلل البيلود واقلل افتر لود. ازاي؟ لازم اديله افازو دايليتور. اذا الفازو دايليتور ده الكورنر ستون في علاج الهارت فيلر. طيب قال لي بقى على الفيلو على الارتري، يا ريت على الاثنين. ما هي الفازو دايليتور يعني اخدنا النيتريكس فينو دايليتور، في حاجه ثانيه اسمها هيدرالازين ده ارتريولو دايليتور، لكن في واحد ثاني بقى اسمه ايس انهيبيتور دي مهمه قوي، انجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهيبيتور. دول ميكسينز يعني ينفعوا فينو وارتريولو. إذا بيقلل البريلود والأفتر لود. في واحد تاني برضه ميكسن اسمه الصوديوم نيتروبروسايد، بس ده ما ينفعش في أورال، ده انجكشن. ما دام ده انجكشن إذا بتاع الأكيوت هارت فيلير هدي أي في انفيوجن هيدليت الفين يقلل البريلود وهيدليت الأرتريول فهيقلل الأفتر لود. لكن الإس انهيبيتور دول دول يتاخدوا أورال، دول بتوع الكرونيك ثيرابي. اذا في عندي اكيوت هارت فيلير ممكن اديله نيتريت اي في، ممكن اديله صوديوم نيتروبروسايد اي في عشان يقلل البريلود والافتر لود، ممكن اديله دايريتك اللي هو اللازكس عشان ينقص البلاد فوليوم. لكن في الكرونيك هارت فيلير بقى اديله بقى ايه الحاجات اللي هو بتاع العيادة الخارجية بقى، اديله بقى ايه حاجه ميكس فازو دايركتور تاخد بالفن اللي مجموعه الانجيوتنسين الكونفرتنج انزيم انهبيتور بتاع شهر ابريل كابتوبريل لزينوبريل. خلاص اذا دي التكات اللي تهمها فين في الـ في الهارت فيليا ان الفازو دايركتور لازم اعرفهم طبعا. اذا انا بقلل البيلود وقلل الافتر لود ممكن بقى ازود الكونتراكشن ان انا اديله بقى ديجيتال سواء ديجوكشن. ممكن اديله بقى بيتا بلوكر ده بس عشان ايه يعني يقلل الاوفر ستيموليشن. اتفقنا لما الكومبنسيشن يكون اكتر من اللازم، يكون اكتر من اللازم الكومبنسيشن دوت بيلخبط الدنيا. انا مش عايز القلب مش عايز الجسم يعمل اوفر كومبنسيشن زي ما يكون مثلا حصان في مطلع والراجل العربيه نازل ضرب الكرباج، ما هو السيمباثيك او الكومبنسيشن دوت زي الكرباج، ما هو قتل الادرينالين وعمال يضرب في القلب اللي تعبان ده. بعد طبعا في الاول لما يكون الكرباج ده يعني حنين كويس يبقى كومبنسيت هارت، لكن في الاخر خلاص بقى بيفيل بقى فالحصان هيقع في الارض. انا بقى مش عايز ذيس اوفر كومبنسيشن او يسموه اكزوستد كومبنسيشن او القلب تعب فبدي حته بيتا بلوكر خفيف كده تمام. بس طبعا جنبها كده جنبها لازم استعمل احسن فازو دايليتور بيتا بلوكر. فده فازو دايليتور ينفعني عشان البريلود والافترود مثلا، يعني اذا كنت هستعمل بيتا بلوكر في الهارت فيلر. طبعا مش لوحدهم طبعا مع بيت الادويه الثانيه، لازم يكون القلب ما فيش فيه مشاكل يكون كومبنسيتد واستعمل افازو دايليتور بيتا بلوكر حاجه اسمها كارفيديلول
بيعيد لون بيتا بلوكر الكارفيدرول دوت فازو دايليتور بيتا بلوكر. خلاص برضو ما تنسوش بقى ان ايه ان في حاجات في الهارت اكتبوها اذا سمحتوا. ايه الحاجات اللي بتقلل المورتاليتي في الهارت فيلير؟ يعني الكلام ده طب كنت مرتبط عن وفيات بس انهم ايه شافوا مثلا 1000 عيان عنده هارت فيلير وفضلوا بقى متابعينه سنين، فمثلا لا والله بعد مثلا 3 سنين مثلا 10% من الناس دول توفى. دي بسميها مورتاليتي ريت، في حصل فيه 10% مثلا بعد 3 سنين. هم بقى وجدوا ايه؟ في بعض الادويه لما تديها لعيان بتاع هارت فيلير بتقلل المورتاليتي، يعني مثلا بعد 3 سنين بدل ما يموتوا 10% بيموتوا مثلا 3% بس. اذا في ادويه بستعملها في الهارت فيلير من ضمن الميزات بتاعتها انها بتقلل المورتاليتي بتاعت العيانين. هي طبعا بجانب ان هي برضه بتعالج الهارت فيلير لكن بتقلل المورتاليتي. مين هم دول؟ اذا سمحتوا اكتبوهم ورايا. اللي هي مجموعه اللي هي الايس انهبيتورز اللي هو الانجيوتنسين كونفيرتنج انزيم انهبيتورز، والارب اللي هو الانجيوتنسين ريسبتور بلوكرز اللي هو بيقفلوا الانجيوتنسين ريسبتور. اذا الايس انهبيتورز دول يمنعوا تكوين انجيوتنسين، الارب يمنعوا الاكشن بتاعه على ريسبتور انجيوتنسين ريسبتور بلوكر، وبعدين البيتا بلوكر ادي نمره 3، وبعدين الالدوستيرون انتاجونست اللي هو سبايرون ولاكتون. الالدوستيرون انتاجونست طبعا هناخده ان شاء الله السنه الجايه اللي هو سبايرون ولاكتون. اذا من الاربع ادويه اللي بيقللوا المورتاليتي تمام اللي هو الايس انهبيتورز، الارب، البيتا بلوكرز، وسبايرون ولاكتون. طبعا العيان مثلا بياخد ديجيتاليس ده ينفع في هارت فيلر لكن it does not decrease المورتاليتي. خلاص بعد كده لازم طبعا نعرف الايس انهبيتورز طبعا بالتفصيل بقى بتاع شهر ابريل بقى. طبعا دول بيمنعوا تكوين الانجيوتنسين 2، يعني دول بينهبت الانزيم اللي هو الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم ما يحولش الانجيوتنسين 1 الى 2. طبعا في الانزيم لوحده كابتن فيل كفايه اي حاجه فيها شهر ابريل بتاعته. طبعا دول بازو دايليتور استعمالته بقى هارت فيلير طبعا هايبر تنشن مع بازو دايليتور مايوكارد انفاركشن. وإذا سمحتوا اكتبوا كده المجموعة ديت اللي هي الايس انهبيتور ذي ار نفرو بروتكتيف أو رينو بروتكتيف، يعني بيحموا الكلية. مهمين قوي بيحافظوا على الكلية. طبعا أنتوا عارفين الهايبرتنشن ممكن يعمل مشاكل في الكلية طبعا. برضه الهارت فيلير ممكن يعمل مشاكل في الكلية. الدايابيتس برضه ممكن يعمل مشاكل في الكلية. إذا المجموعة دي لا تخلو منها روشتة، مجموعة الإيس انهبيتورز، هارت فيلير، هايبرتنشن، دايابيتس، مجموعة مهمة جدا. برضه يهمنا فيها اللي هو الإيه؟ الأدفيرس إفكت. اكتبوا كده الموست كومن إيه؟ دايكوف. ده الموست كومن. طبعا ليس كومن بقى ممكن يعمل له هايبرتنشن، وبليز ما تنساش هايبركاليميا. المجموعة دي بتزود البلازما بوتاسيوم هايبركاليميا بتيجي كتير قوي اوت فولز هايبركاليميا. ليه؟ عشان هم اصلا الانجيوتنسين 2 دوت اصلا كان بيشغل الالدوستيرون يطلع الالدوستيرون. طب ده بيعمل ايه من الفسيولوجي الالدوسترون؟ يروح عند الكليه يقول لي خدي الصوديوم من البول وارمي بوتاسيوم. يعني الالدوستيرون ده بيخزن الصوديوم لكن بيرمي بوتاسيوم في البول. ده الالدوستيرون ده جاي من الانجيوتنسين. الدواء بتاع دوت منع الانجيوتنسين، يعني مجموعه الايس ديت تمنع الانجيوتنسين. اذا ما عنديش الالدوستيرون موجود اذا ما فيش حاجه هترمي بوتاسيوم في البول، اذا البوتاسيوم هيبقى في الجسم بتاعي. ما ننساش ان الايس انهبيتورز دول هايبر كاليميك بيزودوا لي البلازما بوتاسيوم.
خلاص. اذا الموست كومن لايك اوف ليس كومن ممكن يعملوا هايبوتنشن وهايبركاليميا. الموست سيريس بقى حاجه خطيره قوي الحساسيه بقى انجيو ايديما. يعني بعض العيالين كده لما ياخد المجموعه ديت يجيله حساسيه كده زي اللي خد سلفه كده ولا بتاع وتلاقي جاله طفح في جلده وعينيه ورمت وبتاع. انجيو ايديما شوف انجيو يعني بلود فيسلز، ايديما يعني فيه ورم. اللي حصل بيه فيه حساسيه وفي زياده في الكابيلري بيرميابيلتي فعمل بقى ايه الحساسيه دي انجيو ايديما. الحاجه الثالثه بقى كده ايه اللي يهمنا فيهم بقى الكونترا انديكيشن ممنوعين فين؟ في حاجتين مهمين قوي. اولا بريجننسي ست الحامل ما تاخدش الايس انهيبيتورز عشان دول تيراتوجينيك. زي مين؟ زي الورفرين الاورال انتي كوجولانت ده برضه ما يتاخدش للستات الحوامل تيراتوجينيك. اذا تيراتوجينيك زي ما في البريجننسي. حاجه ثانيه بقى ودي مهمه كده برضه اكتبوها، ممنوع في حاجه اسمها bilateral renal artery stenosis. bilateral renal artery stenosis يعني ايه الكلام ده؟ طبعا في تحط في الاناتومي في عندنا اللي هو renal artery اللي بقى طبعا براسه بلاير الكلية. طبعا في اثنين، واحده يمين واحده شمال. بعد سبب يكون في stenosis في الارتري ده، فلما يكون في عندي stenosis اخبار البلد اللي راح الكدني هيقل ولا هيزيد؟ يا شباب هيقل. طب اخبار الفلتريشن الكلى هتشتغل بخير هتقل برضه. طبعا الجسم بيعمل ايه بقى ساعتها؟ طلع عنده السروم فده بيعمل بقى ايه؟ ايه عند الافريد انت طبعا خدتوا في الفسيولوجي في عند الافريد بتاع الكابيفرون في الكابيري الافريد مش كده؟ بعد في كابيريز وفي افريد. فكرة الأدوسيون ده يعمل كونستريكشن في الإفرنت عشان ما يخليش الدم يخرج بسهولة من الكلية، يقعدوا شوية في النفرون عشان يعمل حبة فلتريشن. إذا اللي عنده رينال أرتري ستينوزس أنا محتاج الألدوستيرون عشان يخلي كده تشتغل. فلو كان يوني لاترال ممكن أستعمله ما هي تانية سليمة، لكن لو باي لاترال كونترا إنديكيشن. إذا الاس نيفرز ممكن استعملهم في يوري لاترال رينال ارتري ستينوزس وانا بستعمله على مضض، يعني لازم يكون بس مهمين قوي في استعماله. لكن لو كان عنده باي لاترال ده ممنوع اطلاقا. تانية ابعد عنهم احسن خلاص. اذا يعني كده خدنا النيتريتس، خدنا الكالسيوم شانل بلوكرز الذهب والنار ذهب، وخدنا الاس انهيبيتورز بالحاجات اللي هو اللي تهمهم فيه. في بقى بتوع الريسبتور بلوكر بقى اللي هم الارب اللي بيقفلوا الانجيوتنسن ريسبتور اللي هو ايه مجموعه ايه سرتان الحاجه الشهيره سرتان. اذا شهر ابريل بريل دوت اللي هو ايه اس انهيبيتور اللي اخره سرتان ده انجيوتنسن ريسبتور بلوكر ارب. تمام. اذا دول ايه الحتتين بتوع ايه اللي خدناهم دول كده. طب ما ننساش بقى اخر حاجه ولو صوديوم نيتروبلوسايد اشوف ده نيترو. ما دام نيترو يشتغل بالظبط زي النيتريت برضه بيحصل له ريدكشن ودي دي ان او نيتريك اوكسيد يزود لي السايكل جي ام بي يعمل فازو دايلاتيشن. فين؟ في الاثنين في الفين والارتري. ده طبعا دواء ده خطر جدا وقوي جدا يعني الاكشن بتاعه انستنتينيوس في ساعتها. طبعا ما ينفعش اور يتاخد اي في ومش اي في حقنه، لا اي في انفيوجن نقطه نقطه كده. اذا ده بستعمله في الامرجنسي مثلا اكيوت هارت فيلير او سيفير هايبرتنشن يعني سادن رايز بلاد بريشر بيعمل هايبرتنسف انكيفالوباثي. شوف الكفل يعني برين يعني الضغط عالي فجأة بقى 240 على 150 وقلت لها ده وتخش بقى في غيبوبة والصداع هيموتني يعني قرب يجيله بقى برين هيموريدج. طبعا بس حاجة بقى تشتغل بسرعة جدا. إذا الصوديوم
نيتروبوسايت بتاع الامرجنسي تاخد اي في انفيوجن في اكيوت هارت فيلير او في حالات الهايبرتنسيف انكيفالوباثي سيفير اند سادن رايز اوف بلاد بريشر. ايه الميكانيزم؟ زي النيتريت. ايه المشاكل؟ طبعا ممكن يعمل لي سيفير هايبوتنشن. طبعا لو مثلا عنده هارت فيلير ضغطه مش عالي ولا حاجه، طبعا هو يوطي له الضغط يعني. اذا دي الحتتين بتوع الكارديو فاسكولار. الديجيتالز بقى طبعا يهمنا الاكشن بتاعه، الميكانيزم طبعا نعرفه انه لازم بينهبت الصوديوم بامب، الصوديوم بوتاسيوم بامب، وبالتالي هيحوش الصوديوم انتراسيلولار زي ما قلنا، وبالتالي هيمنع خروج الكالسيوم من الخليه. وكان نورمالي حاجه اسمها كالسيوم الصوديوم اكسشينج، كان نورمالي الكالسيوم بعد ما عمل كونتراكشن كان في منهم حابه يخش جوه المخازن اللي هو الساركوبلازم ريتيكولم، وحابه يطلعوا بره من الخليه ويدخلوا مكانهم الصوديوم. ده بسميه كالسيوم الصوديوم اكسشينج، يعني الكالسيوم بيطلع بره الخليه يخش مكانه الصوديوم. انا هنا في هارت فيلير انا عايز الكالسيوم جوه عشان اعمل كونتراكشن، انا مش عايز الكالسيوم دوت يخرج يخش مكانه الصوديوم. طب اعمل ايه؟ طب انا احوش الصوديوم جوه الخليه. فلما حوش الصوديوم جوه الخليه ما فيش صوديوم يجي من بره، ما يدينا جوه زحمه مليانه صوديوم جوه. ازاي خلي بقى الصوديوم جوه الخليه كتير؟ اوقف في البامب. اذا هو ايه؟ زي ودنك منين يا جحا. هو بيقفل البامب اللي هي صوديوم بوتاسيوم اكليس بامب. طبعا ما فيش كالسيوم خالص، ده صوديوم وبوتاسيوم. ايه النتيجه؟ ان هزود الصوديوم انتراسيلولار. ده بقى اللي هيمنع الكالسيوم صوديوم اكسشينج. عشان كده ممكن يخش الصوديوم يطلع كالسيوم. انا عندي الصوديوم هنا متحوش كتير قوي. يعني انا مش عاوز من بره تاني، مش ناقص. الدنيا مليانه صوديوم جوه. خلاص الصوديوم قاعد يقعد مع الكالسيوم ما يطلعش. اذا في الاخر الديجيتالس اللي بيزود لي الانترا سيلولار كالسيوم. وفي ناس بيقولوا انه بيعملوا ريليز من المخازن للساركوبلازميك ريتيكولم. الحاجه الثانيه في الديجيتالس ما ننساش انه ليه فيجر افكت. ده مش علاقه خالص بالكونتراكشن. يعني هو ليه حاجتين، لميكانيكال اكتيفيتي اللي هو ما يكوارد الكونتراكشن، ان يزود الكالسيوم يزود الكونتراكشن فبيزود الكارديك اوت بوت، وطبعا عشان يزود الستروك فوليوم. وبعد بقى ليه حاجات كهرباء بقى الكتريكال، ليه فيجر افكت. ايه بيعمل الفيجاس؟ زي ما اتفقنا بيدبرس الاس اي نو، بيسلو الكوندكشن في الاف اي نو. اذا ممكن استعمله عامل زي الفيرباميل. هو الفيرباميل دوت بيوقف الكوندكشن عند الايفينود عشان بيمنع الكالسيوم. هنا دوت يعمل نفس الكلام بس مش بالكالسيوم بقى، ده بالفيجاس. خدتنا الفيجاس او الباراسمباثيك بيعمل طبعا براديكارديا، ممكن يعمل هارت بلوك. اذا ممكن استعمل الديجيتالز في السوبرا فينتريكول اريزمنت زي بالظبط الفيرباميل، بس الميكانيزم بيختلف. دوكها كالسيوم الشانل بلوكر اللي هو الدوبامين فبيسلو داون الكوندكشن في الايفينود، لكن الديجيتالس ده فيجو ماجنتيك او بيستيمولات الفيجاس او الباراسمباثيك. ايه النتيجه؟ هيسلو الكوندكشن في الايفينود ويعمل لي مصفى بين الاتريم وبين الفنتك. اذا ممكن استعمله في الاتريال فيبريليشن او في الاتريال فلاتر بالظبط زي الدوبامين، بس الميكانيزم بيختلف. طبعا مش بقى في الديجيتالز الادفيرس افكت طبعا اللي هي النوزيا والفوبت بتيجي ايرلي، وكل حاجه تانيه بقى خطيره بقى ممكن يعمل لي هارت بلوك، ممكن يعمل لي فيتيكو اريزميا. تمام. طبعا ما ننساش بقى الديجيتالز اللي تكتبوها برضه ديت الديجيتالز بيبرولونج بي ار انترفال في الاي سي جي. طبعا في الفيسيولوجي هي البي ار اللي هو الوقت ان الامبس بتعدي منه من الاتريوم وتعدي في الايفينود وتوصل للفنتك عشان تعمل الار للكونتراكشن، اسمها بي ار انترفال. هنا بقى الديجيتالز او اي حاجه فيها فيجاس بتسلو داون الكونتراكشن في الايفينود اكيد هتبرونج البي ار انترفال. الديجيتالز بيطول البي ار انترفال في الاي سي جي. ليه؟ عشان ليه فيجا افكت.
طيب الديجيتاليز بيعمل ايه في الكونتراكشن؟ بيقويها يسرحها ولا يخليها وحشه؟ ايه شباب يا شباب انتوا نمتوا ولا ايه؟ لا لا دكتور كنت بكتب ورا حضرتك. بيخليها سريعه مش بيحصل كونتراكشن. طب في الاي سي جي زي ما قال لكم الدكتور هاني والدكتور عمران الوقت بتاع الكونتراكشن اللي هو اسمه الكيو ار اس ديوريشن لو انتوا فاكرين اللي هو مربعين صغيرين في رسم القلب. يعني الكيو ار اس ديت اللي هو كيو والار والاس في تايم مش كده يا عم زي الهرم كده وطبعا في تايم بتاعها ده التايم اللي بتاع الكونتراكشن. هنا بقى الديجيتاليس بيحسن الكونتراكشن اذا هيشورتن الكيو ار اس ممكن يعني تمام او بيسموها الكيو تي انترفل. طبعا الكيو تي بتشمل السيستول والدايستول إذا ما ننساش إنه بيطور الـ PR لكن بيأثر الـ QT interval. خلاص؟ طيب في علاقة بين الديجيتاليس وبين البوتاسيوم دي برضو مهمة اكتبوها. في علاقة بين الديجيتاليس وبين البوتاسيوم مش هو بيتخانق مش هو بيوقف البامب يا شباب؟ أيوة فيها دكتور. ايه العلاقة طيب؟ ها؟ انت فعلا البامب دي اسمها ايه؟ صوديوم بوتاسيوم اتيبيز بامب. بتعمل ايه؟ بتطلع صوديوم من جوه الخلية لبرا الخلية. ده ماشي مع الكونسنتريشن جريديانت ولا اجينست الكونسنتريشن جريديانت؟ لا مع ازاي اجينست طبعا اجينست انتي بيز. اه طبعا الصوديوم في البلازما 130 لكن جوه الخليه قليل عكس البوتاسيوم. اذا هنا البامب دي بتعمل تشتغل اب هيل دي بتطلع الصوديوم من جوه القليل لبره الكتير والعكس بقى بتدخلي البوتاسيوم لو في البلازما قليل تدخله جوه الخليه لو غرقان بوتاسيوم جوه. اذا هنا البامب دي شغاله اجينست concentration gradient للصوديوم والبوتاسيوم. إذن عايزه بقى عايزه انرجي عايزه طاقه عشان كده فيها اي تي بيز فيها اي تي بي وفيها انزيم عشان يكسر الاي تي بي يطلع الانرجي. إذن البامب ديت فيها اربع اماكن تخيلوا مثلا عامله زي كوره عند السيل ميمبرين فيها مكان للصوديوم وفيها مكان للبوتاسيوم وفيها مكان للاي تي بي وفيها مكان للانزيم عشان تطلع الانرجي عشان الكره دي تلف فاللي كان جوه يطلع بره واللي كان بره يخش جوه. اذا بالعقل كده البوتاسيوم سايت هيكون من بره انا عايز ادخله جوه لكن الصوديوم سايت هيكون جوه الخليه مش كده ولا ايه؟ متخيل؟ تمام ايوه. هنا بقى انا دي الديجيتاليز طبعا ده بيشتغل ما بيشتغلش جوه الخليه ده بيجي عند السيل ميمبرين من بره هيلاقي مين؟ هيلاقي البوتاسيوم. اذا دايما الديجيتاليس بيكمبيت مع البوتاسيوم سايت على البامب بيتخانق معاه عشان يقول له ما تشتغلش انا بقى هوقف البامب من عندك. اذا لو في عندي بقى هايبوكاليميا الديجيتاليس هيهيص قوي مش كده ليه؟ ما هو الاثنين بيتخانقوا مع بعض. زي ما العلاقة بين الديجيتاليز والبوتاسيوم مهمة قوي. لو البوتاسيوم قليل في البلد ده هيزود التوكسيسيتي بتاعت الديجيتاليز تمام؟ إذا لما يكون عندي بقى أوفر دوز بالديجيتاليز العلاج ممكن يدي بقى بوتاسيوم كلورايد. زي ما ننساش بقى إن الديجيتاليز مع البوتاسيوم بيتخانقوا مع بعض زي حكاية الأتروبين والأستايكولين. أنا عندي مثلا أتروبين كتير أزود أستايكولين. هنا مثلا ديجيتاليس وبوتاسيوم عندي ديجيتاليس توكسيستي اديله بوتاسيوم عنده مثلا بوتاسيوم قليل احتمال يخش في ديجيتاليس توكسيستي. اذا ما نساش الحته دي بقى ديجيتاليس ايه مع البوتاسيوم ما يكونش عندي هايبوكاليميا ده بيزود الديجيتاليس توكسيستي.
وطبعا ديجيتاليز وطبعا ديجوكسين. اللي برضه في الديجيتوكسيتي في حاجه اسمها ديجي بايند، يعني طبعا ممكن اديله بقى بوتاسيوم، يعني ازاي اعالج التوكسيستي، ممكن طبعا ادي بوتاسيوم تمام. وبعدين في حاجه اسمها فاب، فاب ده عشان ايه؟ ده بيبايند الديجيتاليز، يعني زي انتي بودي. ايه بي يعني انتي بودي؟ يعني ده بتعمل زي مغناطيس كده يجي في السيركوليشن ماسك الايه؟ الديجيتاليز، عشان يروحش عند القلب يعمل توكسيستي. اذا ايه علاج الديجيتاليز توكسيستي؟ طبعا ستوب ديجيتاليز، اوقف ديجيتاليز، واديله بوتاسيوم كلورايد لو البوتاسيوم واطي، وايه واديله حاجه اسمها فاب بيسموها حتى ديجي بايند. ديجي يعني ديجيتاليز، وبايند يعني يمسك، دي اي جي اي، ديجي بايند او فاب، ده بيبايند ديجيتاليز وكده ينزل بيه في البول. خلاص يبقى دول الحتت ايه اللي يهمنا في الديجيتاليز. بس ما ينساش ان لما ينقص البوتاسيوم بيزود التوكسيستي، العكس بقى لما يزيد الكالسيوم او يزيد السمباثيك طبعا ده بيزود التوكسيستي. لما يزيد الكالسيوم ده بيزود التوكسيستي، لما ينقص البوتاسيوم ده بيزود التوكسيستي. خلاص يبقى كده خلصنا الجزء بتاع الكارديو فاسكولار. خلاص يا شباب نحتاج كده النهارده. ممكن وقت ممكن اسمع دكتور؟ احنا كنا عملنا البلوك مش كده؟ ولا نعمل قعدة ثانية ولا ايه؟ لا ما عملناش البلوك. ها؟ لا ما عملناش. انتوا بتحكوا امتى ان شاء الله؟ السي بي اس الحد اللي بعد الجاي. طيب يعني في وقت خلاص بنعمل قعدة ثانية للبروكو بروكو الازمة والبلوك. وتكون برضو خلال هذا الأسبوع عشان تحاول تذكره يعني. طب خلاص تمام. تمام؟ ها؟ برضو خليه يتصل بي بقى محمد إن شاء الله يعني. حاضر. يلا ربنا يوفقه إن شاء الله. ما تقلقوش وتعان سهل إن شاء الله. بس سمعتوا النقطة اللي قلتها ديت كده دلوقتي هي ولسه هتظهر في دماغكم كده، اكتبوها كتاباتي. خلاص؟ تمام. وبعدين مثلا خليكم حلو مع بعض، انت مثلا نسيت حاجه اتكلم زميلك يقول لك الحاجه ديت، يعني لازم يكون بس في جروب كده في تعاون، خليكم كويسين كده مع بعض. ها حاضر يا دكتور. طيب. طيب مين بقى اللي هو اي اي او او ده ولا زيرو زيرو ده ولا ايه اسمه ايه دوت؟ اسامه ايه؟ اسامه خليل يا دكتور. اهلا وسهلا اسامه. خدك كان بيلعب في الاسماعيلي زمان، كان بيلعب كوره كان راجل كويس قوي ده في الكوره زمان. اه طبعا نجم الاسماعيلي. اه طيب يلا السلام عليكم. وعليكم السلام.